استاذ حاتم من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سعاده الباشا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا عايز ابني مزرعه في لو على اراضي الارض. انا باجر مزارع، يعني نشاطي كله مزارع فراخ، ومانيش موظف في الحكومه ولا اي حاجه. فممكن الدوله يعني بتيسر لو اعمل على 300 متر مزرعه فراخ بيضاء؟ لا مش ممكن. مش ممكن، القانون بيقول مش ممكن، مش انا. انا انا صريح، ممكن اقول لك تبسيط بياناتك وهيتابعوا معاك ونروح نقدم طلب البناء على الارض الزراعيه خط احمر. حضرتك فاهم كويس جدا ان من غير ارض زراعيه مش هيبقى في انتاج حيواني، ما فيش. فلازم يبقى في مساحه للاراضي الزراعيه وفي اماكن للانشطه الخاصه بالانتاج الحيواني. فان شاء الله في اماكن دلوقتي في الظهير الصحراوي بيتم الاعلان عن هذه الاماكن من خلال قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، بعيدة تماما عن الأراضي الزراعية. ما ينفعش إن احنا نبني على أرض زراعية، وأنا الكلام ده أنا مش عايزك تزعل، أنا ببقى صريح مع الناس وما بنحبش إن احنا نجاملهم، لأنك ممكن تتعشم إن أنا هقدر آخد رخصة أبني بيها 300 متر وأعمل مزرعة وأجرها، طب وبعدين؟ لا احنا، أنا بقول لك القانون لا يسمح بذلك. طب يعني يا باشا مش ديت يعني برضه بتسد فجوة غذائية اللحوم، يعني دي برضه بتساهم؟ هي طبعا مهمه جدا، بس الزراعه والانتاج الحيواني وجهان لعمله واحده. النهارده حضرتك لما تبني على 300 متر صدقني كمان سنه ولا اتنين هتقول ما انا عايز اكبر شويه، وجارك هيلاقيك انت بنيت فيقول طب ما انا كمان عايز اعمل مزرعه. فالموضوع لو تم فتحه، وده حصل، انت اكيد شفت التعديات اللي حصلت على الاراضي الزراعيه بعد الثوره، حاجه مؤسفه ومحزنه. وحضرتك شايف في نفس اللحظه دلوقتي وانت بتكلمني شايف الدوله والتعديات اللي بيتم ازالتها. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع الملف ده بنفسه. املاك دوله، اراضي زراعيه، وبعدين خلي بالك العقوبه دلوقتي السجن والغرامه. وانا ما ينفعش ان الفلاح يبقى مهدد، ما ينفعش. حضرتك راجل محترم، راجل وطني منتج، فالمفروض ان احنا نحافظ عليك. اول حاجه الحفاظ على المواطن نفسه، فلازم تحافظ على ارضك وعلى عدم مخالفه القانون. كلمني، انا عايز اسالك عن الدواجن، اخبارها ايه اليومين دول؟ السعر وحش، الكيلو ب 20 والكتكوت ب 13 جنيه. أيوة. احنا موقفين نشاطنا. ليه بقى؟ ما هي التكلفه عاليه، الكتكوت ب 13 جنيه والكيلو ب 20 وعلى ما تغذي وتصرف. أيوة. عماله وكهرباء هتلاقي نفسك جنيه. يوصل 40؟ اه. وتبيعه ب 20؟ ايوه. ولسه عايز تعمل مزارع جديده؟ طب ما هو ده شغلنا يا باشا، هنعمل ايه بس؟ طيب ربنا يعينك، بشكرك.